بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد واللي كيتعلق لنا طبعا بدرس المكون التاريخ. طبعا المرجع هو المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي. الملخص إن شاء الله ستجدونه طبعا في آخر الفيديو. إذا نشرع على بركة الله. عدنا العنوان هو التاريخ والمؤرخ. التاريخ والمؤرخ. إذا أهم الأشياء اللي سنعرفه هو أتعرف معنا التاريخ، ثم أحدد عمل المؤرخ وأدواته، وأدرك أهمية شواهد الماضي. إذا الدرس سنعرفه سنتمكن من هذه الأهداف: معنى التاريخ، عمل المؤرخ وأدواته، أهمية شواهد الماضي. إذا أمهد لتعلمي. يختص المؤرخ بدراسة تطور المجتمع البشري بالبحث عن الحقائق التاريخية والكشف عنها من خلال مساءلة الماضي لفهم الحاضر. نعم، كيف أتعرف معنى التاريخ؟ هذا ما سنتمكن منه. وما عمل المؤرخ؟ ما أدوات اشتغاله؟ وما أهمية شواهد الماضي بالنسبة للمؤرخ؟ إذا ثلاث أهداف أساسية: معنى التاريخ، عمل المؤرخ وأدواته، وأهمية شواهد الماضي. نبدأ بالأنشطة الموجودة في الكراسة. طبعا عندنا أتعرف معنى التاريخ. نعم، نلاحظ هذه الصور. هذه الصورة الأولى طبعا اللي هي أول عيد ميلادي 1991 ميلادية، ديال أول عيد ميلاد. ثم الصورة الثانية 1994. لاحظوا جيدا طبعا مرافقة إلى المدرسة، يعني الالتحاق بالروض، مش المدرسة، الالتحاق بالروض، لأن يلاه مرت تقريبا ثلاث سنوات. ثم عندنا طبعا 1997 الالتحاق بالمدرسة، الالتحاق بالمدرسة. وهنا في 2000 ميلادية طبعا هناك حفل مدرسي. إذا هذه صويرات، أو يعني الأم هنا تستعرض ماذا مع ابنها؟ بعض ذكريات طفولته من خلال سجل عدلي موثق بالصور. إذا الأم تستعرض مع ابنها ماذا؟ بعض ذكريات طبعا الطفولة ديالو، ذكريات الطفولة، ها هي عيد ميلاد ديالو، أول عيد ميلاد ديالو، التحاق بالروض، ثم التحاق بالمدرسة، وأخيرا حفل مدرسي. إذا حتى نتمكن جيدا نجاوب على الأسئلة، ألاحظ الوثيقة واحد وجه وأقرأ معا ما تضمنانه، ثم أصف ما تقوم به الأم بالنسبة لابنها. إذا بماذا تقوم الأم هنا؟ يعني تستعرض ماذا مع ابنها؟ بعض ذكريات طفولته. إذا تستعرض بعض ذكريات طفولة ابنها. طبعا تستعرض مع ابنها ذكريات بعض طبعا ذكريات طفولته. اذكر الوسيلة التي استعملتها الأم كمصدر للمعلومات للحديث مع ابنها. إذا ما هي الوسيلة التي استعملتها الأم؟ نعم، هذه الصويرات نرى. إذا فهي تستعمل ماذا؟ طبعا الصور طبعا، أو سجل موثق بالصور، هذا سجل موثق بالصور. أحدد الفترة التي وقعت فيها تلك الأحداث وأذكر إلى أي زمان تنتمي. إذا هذه الأحداث هذه لاحظوا فترة من 1991 إلى 2000. إذا هذه الفترة من 1991 ميلادية إلى 2000، وهذه طبعا تنتمي إلى فترة زمن الماضي. طبعا حنا كنعيشو في 2021، إذا في زمن الماضي. أبين دور السجل المصور للأحداث لتحكيها الأم لابنها. إذا ما دور هذا السجل؟ مع هذا السجل هذا زلنا يؤرخ، يؤرخ أحداث، أو يؤرخ لنا بعض ذكريات طفولة الإبن. إذا فهو يؤرخ الأحداث. إذا ما الذي يدرسه التاريخ؟ إذا من خلال طبعا ما شاهدنا، فالتاريخ يدرس لنا طبعا أحداث وقعت في زمن خلال فترة معينة من الماضي. سنقرأ هذه الوثيقة حتى نعم نغني طبعا معارفنا. يدرس التاريخ سجل الزمني الأحداث التي مضت خلال فترة معينة. إذا فالتاريخ يدرس لنا ماذا؟ الأحداث التي مضت خلال فترة زمنية طبعا معينة مضت. ويسعى هذا العلم إلى البحث في تطور المجتمعات البشرية. إنه حوار مستمر بين الماضي والحاضر. إنه حوار مستمر بين الماضي والحاضر. إذا فالتعريف اللي خرجنا به هو أن التاريخ طبعا يدرس الأحداث التي مضت طبعا في زمن الماضي خلال فترة معينة. الآن دابا طبعا نفسها هذه درناها. ها هنا بعض إجابات عن الأسئلة الموجودة في الكتاب. قلنا
إذا شفت كلمة دفع الأم تستعرض أم ابنها ذكريات طفولته، والوسيلة المستعملة كمصدر للمعلومات هي السجل المصور. نعم، الفترة التي وقعت فيها الأحداث قلنا 1991 إلى 2000، وهي تنتمي إلى زمن الماضي. دور السجل يعني طبعا يؤرخ الأحداث وتعريف ديال التاريخ، أو ماذا يدرس التاريخ؟ يدرس التاريخ السجل الزمني الأحداث التي وقعت في الماضي خلال فترة معينة. هذه الإجابة للاستئناس. الآن نمشي للنشاط الثاني، أحدد عمل المؤرخ وأدواته. إذا سنقوم بتحديد عمل المؤرخ، ما دور المؤرخ وما هي الأدوات التي يستعين بها. كلف هذا المتعلم من طرف أستاذه أو أستاذته بإجراء مدى بحث حول تاريخ السوق طبعا الذي يقطن لهذه طبعا الذي يقطن بجواره. لقد استعد لهذه المهمة على أكمل وجه لإجراء حوار مع أمين التجار السوق. نعم، لاحظوا جيدا أبنائي، ها هو السوق طبعا القروي هنا، هذا هو الحوار الذي دار بين الطفل وأمين التجار. نعم، هنا بعد الأسئلة: من فضلك يا سيدي أريد أن أسألك عن تاريخ السوق. طبعا قال له أمين التجار: تفضل يا بني، تفضل يا بني. إذا هنا شنو وقع؟ أن متعلم يسأل أمين التجار عن تاريخ السوق. هنا قالوا لنا ألاحظ وثيقة 3 وأتبع الحوار الذي دار بين المتعلم وأمين التجار، ثم استخرجت من الوثيقة عنوان البحث. إذا ما هذا البحث؟ هذا ما عنوانه؟ إذا عنوانه هو تاريخ السوق. تاريخ السوق. إذا أطرح الأسئلة المناسبة التي هي المتعلم الباحث مقابل الأجوبة. نعم، هنا عندنا نجيو لهنا، عندنا مجموعة من الأجوبة التي أجاب عنها أمين التجار. هي: تأسس هذا السوق سنة 1942 ميلادية. هنا نقلبوا وجه السؤال المناسب لهذا الجواب. ثم كان التجار يأتون إليه من عدة مناطق يركبون على الدواب. ثاني هنا مطالبون تحديد السؤال لهذا الجواب. أهم السلع التي كانت تعرض فيه هي الحبوب والمواشي. ما هو السؤال المناسب؟ كان هذا السوق يعقد مرة كل أسبوع. نعم أبنائي، عندما أقول تأسس هذا السوق منذ 1942، ما هو السؤال المناسب؟ نعم، متى تأسس هذا السوق؟ متى تأسس هذا السوق؟ كان التجار يأتون إليه من عدة مناطق يركبون على الدواب. نعم، من أين كان يأتي التجار إلى هذا السوق؟ من أين كانوا يأتون؟ نعم، أهم السلع التي كانت تعرض فيه هي الحبوب والمواشي. ما هي أهم السلع التي كانت تعرض فيه؟ ما هي أهم السلع التي كانت تعرض فيه؟ كان هذا السوق يعقد مرة كل أسبوع. نعم، متى يعقد هذا السوق؟ أو متى يعقد هذا السوق؟ إذا عندنا الأجوبة موجودة هنايا. سنرى الأجوبة هي هنا. متى تأسس هذا السوق؟ لأن الجواب عندنا تأسس هذا السوق سنة 1942. من أين يأتي التجار إليه؟ كان التجار يأتون إليه من عدة مناطق يركبون على الدواب. ما هنا ما هي أهم السلع التي كانت تعرض فيه؟ أهم السلع هي الحبوب والمواشي. وهذا السوق كان يعقد مرة واحدة في الأسبوع. متى كان يعقد هذا السوق؟ نعم، دابا عمل المؤرخ. إذا سنرى هذه مهمة، عندنا أربع خطوات أساسية. نبدأ الخطوة الأولى هي هذه. إذا تحديد موضوع البحث أو الانطلاق من الموضوع، تحديد الموضوع باش ننطلق منه. عمل المؤرخ اكتشاف الأحداث، الأحداث التي وقعت، ثم يقوم بجمع الوثائق والمستندات، يقوم بفرزها وترتيبها وتفسير الوقائع والأحداث وطبعا تدوينها. ثم أربعة أدوار ديال المؤرخ. إذا تحديد الموضوع، اكتشاف الأحداث، جمع الوثائق والمستندات وفرزها، ثم تفسير الوقائع والأحداث طبعا وتدوينها. أدوات المؤرخ، سنرى بعض الأدوات. لاحظوا جيدا هنا المصادر المكتوبة، لاحظوا هذا مخطوط إسلامي، يعني فهذا طبعا أداة من أدوات المؤرخ، هنا مخطوط إسلامي. لاحظوا هنا يا عندنا هذه مآتي تاريخية، وهذا عندنا اللقى. اللقى هي الأثر اللي كيجدوها العلماء طبعا أثناء البحث والتنقيب. اللقى هنا عندنا طبعا مآتي تاريخية طبعا خلفتها البشرية. ثم عندنا المصادر الشفهية والرقمية. نعم، الشفهية هي مثلا نسألوا مثلا أحد الأشخاص عن شوف الحدث أو شاركوا فيه، والرقمية هي أشرطة وثائقية. ثم هنا أقراص مدمجة، هذه بعض أدوات التي يستعين بها المؤرخ أو التي يمدنا
طبعا تبدو بمعرفة الأحداث. نعم ألاحظ الوضوء، أقرأ ما تعرضه من معلومات ثم أذكر المصادر التي يعتمد المؤرخ. نعم قلنا المصادر قلنا المكتوبة بالخطوط الإسلامية، المآثر التاريخية واللغة، المآثر التاريخية واللغة، المآثر التاريخية بحال مثلا وليلي، مثلا كتلقى في مراكش القبة المرابطية، فهذيك مآثر تاريخية. المصادر الشفهية يعني هو كنسولو أسئلة ناس عاشوا أو شاركوا في واحد الحدث، مثلا المسيرة الخضراء، فنحن نسأل الناس الذين عاشوا في الفترة أو شاركوا في المسيرة. ثم عندنا المصادر الرقمية، أشرطة وثائقي، أقراص مدمجة. إذا الغاية من تنويع هذه المصادر طبعا هو إغناء البحث وإطراءه، إغناء البحث ديال المؤرخ وطبعا إطراءه. نعم هنا سنتعرف أخيرا هي أدركوا أهمية شواهد الماضي. شواهد الماضي أساس للمادة التاريخية، فعندنا الآثار الثابتة والآثار طبعا المتنقلة، وعندنا هنا التراث اللامادي هي بحال الرقصات الشعبية، هي الممارسات والعادات. ها فعندنا الآثار الثابتة مثلا وليلي، لاحظوا هذا آثار طبعا ثابت، وعندنا متحف التاريخ والحضارة بالرباط، طبعا متحف نضع فيه طبعا اللقا و هنا الرقصة الشعبية. إذا شنو هي الشواهد الماضية كما تقول؟ شواهد الماضية هي كل الآثار التي خلفتها المجموعات الإنسانية البشرية تمدنا باش بمعلومات وحقائق تسلط الضوء على جوانب غامضة من التاريخ. إذا فهي تمدنا معلومات وحقائق تسلط الضوء على جوانب غامضة من التاريخ. ثم أقول التراث اللامادي هي الممارسات بحال الرقصات الشعبية، التعابير، العادات، التقاليد التي تحتفظ بها الذاكرة الشعبية مثل الرقصات الشعبية كما قلنا والاحتفالات. إذا أبين التنوع الذي تزخر به شواهد الماضي. إذا عندنا الشواهد، عندنا اللي هي عبارة عن آثار ثابتة وآثار متنقلة، ثم قلنا الآثار التراث اللامادي. أذكر المكان الذي تحفظ فيه الآثار المتنقلة، الآثار أين تحفظ؟ طبعا في المتاحف، تحفظ في المتاحف، فنقول هنا متحف تاريخ والحضارة بالرباط. إذا هذيك اللقاء نضعها ونحتفظ بها في المتحف أو المتاحف. إذا ما هي أهمية شواهد الماضي بالنسبة إلى عمان؟ الأهمية ديالها هي مهمة، تمدنا بمعلومات وحقائق تسلط الضوء على جوانب غامضة من التاريخ، فهي كتمدنا هاد الشواهد بمعلومات وحقائق، نعم فهي تثري وتغني طبعا عمل المؤرخ. هنا أقوم تعلمي، أنقل طبعا هذا الجدول العبارة التالية اللي هي الحاضر، التاريخ، الماضي، أفحص للمستقبل، أسباب مضت. نعم هنا سنجيب عنه، يدرس ماذا؟ يدرس التاريخ، السجل الزمني الأحداث التي طبعا مضت، ويعتمد على ماذا؟ على فحص، نعم ماذا؟ فحص المعلومات، يفحص المعلومات وتقديم الأسباب المفسرة لحدوثها. التاريخ هو فهم ماذا؟ فهم الماضي لإفادة الحاضر والتخطيط للمستقبل. ثم أستعرض الخطوات التي يعتمد المؤرخ في بحثه والأدوات التي يشتغل بها. الخطوات قلناها انطلاق من الموضوع، سنراها ثاني. ها وقلنا يدرس التاريخ، نكبر الصورة شوية. إذا هنا يدرس التاريخ سجل زمن الأحداث التي مضت، ويعتمد فحص المعلومات وتقديم مدى الأسباب المفسرة لحدوثها. التاريخ هو فهم الماضي لإفادة الحاضر وتحديد المستقبل. الخطوات هو تحديد الموضوع البحث، يعني ينطلق من واحد الموضوع ويكتشف الأحداث ويجمع الوثائق، جمع الوثائق والمستندات وفرزها وترتيبها، وأخيرا تفسير الوقائع والأحداث وتدوينها. هل الأدوات التي يشتغل بها المصادر المكتوبة، الشفهية، الرقمية، المآثر التاريخية و اللقاء الأثرية. هالملخص، نعم هالملخص. إذن التاريخ هو دراسة الأحداث التي وقعت في الماضي خلال فترة معينة، وإذا درس التاريخ يتبع المؤرخ الخطوات التالية: الانطلاق من الموضوع، البحث عن وثائق ومستندات كشواهد أساسية، ويقوم بعملية وصف الأحداث أو الظواهر وتفسيرها بربط الأسباب بالنتائج. يعتمد المؤرخ على أدوات شاهدة على الماضي مادية كاللقاء الأثرية وشهادات شفوية، يعني من الناس أشخاص عايشوا أو شاهدوا أو شاركوا في الحدث، أو مكتوبة أو مصورة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم.